في تفاصيل كتير الحقيقة عايزين نعرفها عن هذا الموضوع. بينضم إلينا هاتفيا الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتورة منى. والحقيقة يعني بعد التقديمة الجميلة اللي حضرتك عملتيها، أنا اسمحيلي إن احنا عايزين ناخد حضرتك بقى في جامعة سوهاج، لأنك أكثر معرفة من كثير من الناس دلوقتي بما يجري على أرض الجامعات. الله يخلي حضرتك. في طول مصرها وعرضها وفي الصعيد حتى، أنت حضرتك ملمة بما يجري في جامعة سوهاج دلوقتي بالتفصيل يعني. ده يشرفني يا فندم. من خلال قناتنا الجميلة قناة إكسترا نيوز، إن أنا أصبح على زميلي وأخي العزيز الدكتور جمال سوسة الذي سبقني الآن. صحيح. في الحديث عن البحث العلمي ونواتجه في الجامعات، وأيضا يعني أخذ من طرف الحديث إن أنا كنت زميل له في اللقاء الذي جرى على أرض جامعة الدول العربية منذ 3 أيام بالتحديد، حيث تحدثت أيضا عن تجربة جامعة سوهاج في هذا الصدد. وفي هذا الصدد ايضا اسمحيني ان انا اقول لحضرتك ان احنا جامعه سوهاج بتفخر انها كانت واحده من ال 12 جامعه اللي تم اختيارهم للذهاب الى مدينه السلام على ارض الفيروز لعرض تجربه الجامعه من خلال كوب 27 في التغيرات المناخيه. والحقيقه كان لنا تجربه جميله ان احنا حطينا استراتيجيه محافظه سوهاج للتغيرات المناخيه 2050 اتساقا واتفاقا وارتكازا مع الاستراتيجيه الوطنيه للتغيرات المناخيه. اما الحقيقه دكتور مصطفى، حاله الحراك الموجوده في الجامعات المصريه تدعو الجميع للفخر. انا يمكن لو بتكلم قد اكون بالفعل بعمل ويعني منخرطه في المجال الاكاديمي في الجامعات، فعندي معرفه، وبالتالي حريصه جدا الحقيقه انا وكل زملائي ان احنا ننقل هذه المعرفه ولو جزء منها لكل مواطن مصري. الكل حقيقي لازم يشعر بالفخر انه حاله الحراك اللي حاصله في الجامعات المصريه دي عظيمه، وربما هي يعني جايه في التوب دلوقتي من المؤسسات المجتمعيه كلها اللي عامله هذه الحاله. حدثنا اكتر يا دكتور مصطفى لو تكرمت عن فكره تدشين هذا البنك، وما المقصود ببنك الافكار والابتكار والابداع، وعايزين نخلق من خلاله ايه؟ الحقيقه يعني الموضوع بدا بالتحديد في عام 2018 لما صدر القانون 23 لسنه 2018 وصدرت لائحته التنفيذيه في عام 2019. هذا القانون اسميناه قانون حوافز الابتكار، وهذا القانون اعطى للجامعات المصريه فرصه لكي تقوم بتسويق نواتج البحث العلمي التي تجري على ارض الجامعات كمؤسسات بحثيه في خدمه المجتمع المحيط. اعتدنا كثيرا على ان الابحاث التي تجرى في جامعاتنا تاتي بهدف الترقيه او الحصول على الدرجات العلميه فقط. صحيح. لكن كان في حد ذاته هذا هدف ضئيل لا يرقى لمستوى ما يجري على جامعات الجيل الرابع والخامس الموجوده في العالم الاول. والتي يعني من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أردنا استنساخ هذه التجربة الفريدة على أرض الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، فصدر هذا القانون ليعطي الجامعات المصرية فرصة لتسويق نواتج البحث العلمي في المجتمع المحيط. أعطى الجامعات المصرية فرصة لإنشاء شركات داخل الجامعات أو عقد شراكات مع شركات قائمة بالفعل في المجتمع المحيط من خلال ما أسميناه في هذا القانون أودية التكنولوجيا. جامعة سوهاج أنشأت بقرار من مجلسها الموقر في عام 2020 واديا للتكنولوجيا على أرض جامعة سوهاج، وبدأت في إنشاء شركة أسميناها شركة جامعة سوهاج للتنمية الشاملة. هذه الشركة تهدف إلى تسويق منتجات البحث العلمي التي تجري على أرض الجامعة، والتي قمنا بتصنيفها إلى 4 محاور. المحور الأول في العلوم الأساسية وتشمل كليات العلوم وكليات الزراعة والمعاهد ذات العلاقة. المحور الثاني العلوم الطبية التطبيقية وتشمل كلية الطب وكلية الصيدلة وكلية التمريض والمعاهد ذات العلاقة أيضا. والمحور الثالث العلوم الإنسانية وتشمل كل الكليات العلوم الإنسانية النظرية مثل التربية والتربية النوعية والتربية الرياضية والآداب والألسن والآثار والتجارة والحقوق. أما المحور الرابع فيشمل العلوم الهندسية والتكنولوجية، وفيه على أرض جامعة سوهاج كلية الهندسة وكلية التكنولوجيا والتعليم وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. هذه المحاور الأربع صنفنا كل نواتج البحث العلمي التي جرت على أرض الجامعة في منذ إنشاء الجامعة حتى الآن، ووضعناها في قاعدة بيانات في المحاور الأربع. لكن كان يجب علينا الحديث مع المجتمع المحيط، ففتحنا هذا الـ يعني تدشين بنك الابتكار وهذه المبادره فتحناها للمجتمع المحيط كما اسميتيهم حضرتك، جميع الفئات المستهدفه سواء كانوا طلاب
أو باحثين أو أعضاء هيئة التدريس أو حتى خريجين من الجامعة أو في معامل بحثية في المجتمع المحيط ومراكز الإنتاج والمعرفة والحاضنات التكنولوجية، كلهم نستقبلهم خلال هذه الفترة، والمرحلة الأولى تنتهي في 20 من ديسمبر. كل من لديه فكرة من معارف فنية أو ملكية فكرية أو براءة اختراع أو نماذج صناعية قابلة للتطبيق أو نتائج بحوث أو خدمات ابتكارية نستقبلهم من خلال هذه المبادرة ونضيف كل أفكارهم لقاعدة البيانات التي أنشأناها داخل وادي التكنولوجيا على أرض الجامعة، لكي نعد في النهاية لاختيار الأنسب والأقدر أو القابل للتطبيق من هذه الأفكار، ونحتضنها من داخل هذا الوادي ونرعاها عن طريق المساهمة في تسويقها واحتضانها في الشركة القائمة. أيضا نجهز لعقد مؤتمر اقتصادي موسع لجنوب الصعيد يستهدف كافة الأطراف الفاعلة من أبناء منطقة جنوب الصعيد والمستثمرين وأصحاب الشركات لتسويق هذه المنتجات من داخل وادي التكنولوجيا لهم، لكي نحولها إلى بروتوتايب أو نماذج قابلة للتطبيق والتسويق من خلال المجتمع المحيط. نعم. هذا هو الهدف الأسمى من تدشين بنك الابتكار من داخل أرض جامعة سوهاج. وهذا الهدف الأسمى يا دكتور مصطفى يدفعنا جميعا للشعور بالفخر والحماس، ويجعلنا حتى نشجع بعض ونشجع أبنائنا ونشجع أهالينا، كل الفئات اللي احنا ذكرناها وحضرتك أكدت عليها دلوقتي المتاح لها تقديم كل هذه الأفكار أو براءات الاختراع. البداية يجب أن تكون من توفر النوايا، والنوايا صادقة وموجودة بفكرة التقدم والمضي قدما في سبيل تطوير البحث العلمي في مصر وهذه المنظومة بكاملها. هي مسؤولية على فكرة اللي حضرتك بتقوله ده، وهذه الفكرة وتدشين بنك الأفكار ده جزء من المسؤولية المجتمعية كمان، السوشيال ريسبونسبيليتي، ودي النهاردة حاجة مهمة جدا، لأنه إتاحة فكرة وإتاحة منصة علمية كبيرة تقوم بتجميع هذا العدد الكبير من الأفكار الجديدة والأفكار المبتكرة وبراءات الاختراع والأفكار العديدة من أجل يعني فرزها والبدء في تنفيذ ما يمكن تنفيذه منها وتطبيقه على أرض الواقع طبعا بإشراك أصحاب الأفكار، هي كمان مسؤولية مجتمعية مهمة جدا، لأنها ستؤدي في النهاية بإذن الله تعالى إلى مزيد من التنمية المستدامة، خلينا نقول بكل ما تحمله هذه المظلة الكبيرة من أفكار أخرى وأهداف تنموية أخرى كثيرة جدا. الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، كل الشكر يا فندم لحضرتك، وكل الشكر لجامعتنا المصرية لهذا التقدم الملموس الموجود على أرض الواقع.